شكرا رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني نائب الرئيس المجلس الوزراء ووزير الخارجية الدولة القدر الشقيقة رئيس المجلس، أصحاب سمو والمعالي معالي السيد أحمد أبو القيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة السفراء المندوبين الدائمين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لشرف لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحسن استقبال منذ وصولنا إلى أرض الكنانة. كما يسعدني أن أعبر عن خالص الشكر لمعالي الأخ السيد سامح شكر وزير الخارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة ورئيس الدورة السابقة. كما أوجه التهنئة أيضا إلى أخ سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للدولة القدر الشقيقة لتوليه الرئاسة الدورة الحالية، متمنين له النجاح بأعمال هذه الدورة. وكذلك أود أن أعبر عن امتناني لجهودي المثمرة التي تقوم بها الأمانة العامة وعلى رأسها معالي الأخ أحمد أبو القيد أمين العام لجامعة الدول العربية وفي دعم عملها العربية المشتركة، وشكر موصول أيضا لأصحاب السعادة السفراء والمندوبين الدائمين على دائم المتمين. أصحاب السمو والمعالي، يأتي انعقاد هذه الدورة الهامة في وقت تواجه بلادنا العربية أزمات وتحديات مختلفة، الأمر الذي يجعل الضرورة حتمية إلى تنسيق وتضامن أكثر مما مضى، وذلك لتحقيق استقرار الذي بدونه لا تنمية لبلداننا ولا رفاهية ولا عيشة كريمة لمواطننا. أما انتشار الظاهرة الإرهاب أثرت سلبا على تنمية الشاملة في المنطقة العربية، وفي هذه السدد نؤكد على عزمنا في مواصلة التعاون والتنسيق بيننا لهذه الظاهرة. أصحاب السمو والمعالي، أما حول القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، نؤكد التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي والقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن، ونؤيد حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعية. وفيما يخص التطورات الأخيرة في سوريا واليمن وليبيا، نجدد التزامنا الكامل بالوقوف إلى جانب تضلعات شعوبهم لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة أراضيهم. أصحاب السمو والمعالي، أما بالنسبة بما يخص الصومال، فإن حكومة الصومال حققت تطورات إيجابية في فترات الأخيرة من تطوير إعادات البناء المؤسسات الدولة ومواصلة التنفيذ ببرنامجها الأولوية، ونطلب من أشقائنا الدول العربية تنفيذ القرارات ذات الصلة بالصومال في قمم السابقة، وخاصة إعفاء الديون الخارجية. فبما يتعلق الانتخابات، أن الحكومة الصومالية بدأت بعملها بتنفيذ القرار السياسي مصدق عليه من قبل البرلمان الصومالي بتاريخ 17 سبتمبر بشأن الانتخابات الوطنية بطريقة ديمقراطية، وهي جزء لا يتجزأ من دستورنا من أجل تحقيق آمال شعبنا. لكن الحقيقة البسيطة تبقى، أي ضغط غير مبرر من محور الأجنبي لن يحدد المستقبل الصومالي. بعد الله، إن مصير الصومال سيحدد شعب الصومال الذي يتمتع بالثقة والخبرة وبالدعم لأشقائنا، ولا يمكن للصومال أن تعود إلى ماضيها الأليم والجريح. إن جمهورية الصومال الفيدرالية تلتزم أن تتم العملية الانتخابية الوطنية المتفق عليها بطريقة الحرة والنزيهة والشفافة
وأن تكون سليمة وفيها مشاركة أوسع وشاملة. وفي الختام نجدد عزمنا في دعم كل جهود لخدمة قضايا بلداننا العربية المشترك، وندعو الله أن يوفقنا بما فيه خير لأمتنا العربية. وأخيرا أكرر الشكر لمعالي الأخ الرئيس الجلسة ومعالي الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل حاضرين في هذا الاجتماع. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.